مشاهدينا في كل مكان، أسعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون دولة إريتريا نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، أصحابكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم ما جاء فيها. اختتام مهرجان الجالية الإريتريا في قطر. مكتب التعليم في الأوسط يقيم أنشطة حملة الطلاب التنموية الصيفية. نجاح زراعة الأسماك في سلود الجنوبي. انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة في كينيا. 10 قتلى في انفجار سيارة ملقومة قرب حدود سوريا مع تركيا. ومباحثات بين خارجية اليابان وكوريا الجنوبية إزالة قضايا العالقة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. اختتم في 26 من نوفمبر الجاري مهرجان الجالية الإريترية في قطر، الذي جرت فعالياته في ساحة السفارة الإريترية بالعاصمة القطرية الدوحة تحت شعار الثبات على الصمود للتنمية. واشتملت فعاليات المهرجان السنوي التي استمرت لثلاثة أيام على عروض ثقافية والحياة المعيشية للقوميات الإريترية والأعمال اليدوية التقليدية والثروات التي تزخر بها البلاد، فضلا عن برامج ثقافية وسيمينار حول الأوضاع الراهنة في البلاد وتطورات الإقليمية، إضافة إلى مشاركة ضيوف الشرف من الجاليات الأخرى وأعضاء سلك الدبلوماسي المعتمدين في قطر. وعقد سفير إريتريا في قطر السيد علي إبراهيم سيمينارا للإريتريين في الدولة في 26 من نوفمبر الجاري، حيث قدم سعادته توضيحا مفصلا حول التطورات وروح الشراكة التي تشهدها المنطقة بعد اتفاقية السلام والصداقة الموقعة بين إريتريا وإثيوبيا وفرص الاستثمار التي أتاحتها الحكومة الإريترية للمواطنين. وقال السفير علي إن الإنجازات المحققة هي نتاج الصمود والتفاني للشعب الإريتري عامة، واستشهد بأمثلة بأن الحكومة الإريترية شرعت في مشاريع كبيرة منطلقة من آفاق السلام القائمة لتعزيز هذه الآفاق المبشرة بالتنمية، داعيا المواطنين للمشاركة الفعالة بالاستفادة من الفرص المتاحة. وحفلت فعاليات المهرجان بالبرامج الثقافية والفنية قدمتها الفرقة التي ذهبت من إريتريا. قيم مكتب التعليم في الإقليم الأوسط أنشطة حملة الطلاب التنموية الصيفية في السنوات الماضية وبحث الدفع بها. ودعا مسؤول حملة الطلاب التنموية في الإقليم السيد إبراهام برهي في الاجتماع الذي عقد في 22 من نوفمبر بحضور المشرفين على الحملة والشركاء لتقوية العمل المنسق في السنة القادمة من أجل تحقيق نتائج أكبر. وطالب الاجتماع وزارة العمل والرعاية وزارة العمل لحل القصور والنواقص، وأن يكون التشجير الذي يقوم به الطلاب ضمن الحملة الصيفية التنموية الطلابية في أماكن تتمتع بالحراسة الجيدة وتوسيع التشجير في المدارس. من جانبه دعا مسؤول التخطيط والتقييم والإحصاء في وزارة الزراعة السيد أيوب زرة مريم لتشجير مساحات واسعة سنويا بإقامة المحميات. قيم مكتب الثروة السمكية في الإقليم الجنوبي مدى نجاح زراعة الأسماك في 22 سد بالإقليم بنسبة 70%. وأوضح مدير المكتب السيد الأمين أحمد في الاجتماع الذي عقده في 21 من نوفمبر في دبار، وأن عملية زرع الأسماك من عام 2017 وحتى 2019 في السدود الملائمة وجدت القبول من المجتمع والاستفادة من الأسماك. وقال أن الهدف الأساسي من العملية ضمان توفر الغذاء المتكامل وتحسين حياة سكان الريف، وقد نظمت الدورات التدريبية اللازمة وإقامة الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك. وذكر أن امتلاء السدود بالطمي والتلوث الذي أحدثه من الإشكاليات الكبيرة لتربية الأسماك في المياه العذبة، ويجب العمل لإصلاح مساقط المياه وحماية السدود وضمان نظافة البيئة. وطالب الاجتماع للدفع بأنشطة التوعية لتوسيع استخدام الأسماك في الغذاء وأبعاد مضخات المياه من السدود لمنع التلوث وتعزيز دور جمعيات صيد الأسماك وتوفير أدوات الصيد. وقال المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في الأقليم الجنوبية السيد يماني أباي في ختام الاجتماع أن التجربة المكتسبة أثبتت الفائدة الكبيرة لأسماك المياه العذبة، داعيا الدفع بأنشطة حماية التربة لاستدامة تربية الأسماك.
نظم مكتب التعليم في مديرية ابن حيلي دورة تأهيلية ل72 من مديري المدارس والمشرفين التربويين تركزت حول إقامة مكتبة رقمية وإدارة الممتلكات. وأوضح مدير مكتبة رورا الرقمية السيد كوفلوم ميكائيل في السيمينار الذي أجراه بأن إقامة مكتبة رقمية يلعب دورا كبيرا في إنجاح العملية التعليمية، وهدفت الدورة على توسيع معرفة المشاركين لتعزيز إسهاماتهم. من جهته قدم الأستاذ أسمرام وردي من مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي توضيحا مفصلا حول الإدارة والعناية بالممتلكات ورقابة الداخل والخارج من الممتلكات والتخلص من الكتب التالفة وصيانة الفصول. وأشار مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ مريح كيروس إلى استمرارية مثل هذه الدورات لأهميتها القصوى في تعزيز السبل المتبعة في هذا الشأن. بحثت إدارة مديرية فورو العملية التعليمية في المديرية وتدني المشاركة في التعليم. وتوصل مدير المديرية السيد عثمان عرفة لدى لقائه مدراء الضواحي ولجان القرى إلى تفاهم للتعرف على الأسباب وسبل حلها، مشيرا كمثال إلى انخفاض المشاركة في التعليم في ضاحية مالكا. ودعا السيد عثمان عرف المزارعين لمتابعة أوضاع مزارعهم من الأمطار المتأخرة والآفات الزراعية والإسراع في الحصاد. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم أوافيكم بالأنباء الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم والأنباء العالمية. قال حاكم محلي إن 24 شخصا على الأقل منهم 7 أطفال لقوا حتفهم جراء انهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة غير معتادة في شمال غرب كينيا. وبدأت الأمطار في الهطول في مقاطعة وست بوكوت على الحدود مع أوغندا واشتدت حدتها خلال الليل، مما أسفر عن فيضانات وانهيارات طينية دمرت 4 جسور وتسببت في قطع الطريق المؤدي إلى قرية مويتو الأكثر تضررا من الأمطار. وقال حاكم المقاطعة إن جهود الإنقاذ جارية في المنطقة وإن ما يزيد عن على 500 سيارة تقطعت بها السبل بسبب الأضرار التي لحقت بعدة طرق. وقال لونيا غابو إن 11 من القتلى كانوا داخل منزل واحد. كانت جماعات غاثة قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الحالي أن الأمطار الغزيرة والسيول أسفرت عن مقتل ما يزيد على 50 شخصا وأجبرت مئات الآلاف على النزوح في أنحاء شرق أفريقيا. قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 25 في انفجار سيارة ملغومة في مدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا والتي سيطرت عليها قوات مدعومة من تركيا الشهر الماضي. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 4 مدنيين من عائلة واحدة من بين قتلى الانفجار الذي ألقى المجلس المحلي وسكان بالمسؤولية فيه على وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني. وتعتبر أنقرة الوحدات جماعة إرهابية قائلة إنها على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور على أراضيها. وظلت الوحدات حليفة للولايات المتحدة لسنوات في حربها على تنظيم الدولة الإسلامية. قال مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية أن اليابان وكوريا الجنوبية اتفقتا على عقد قمة الشهر المقبل في عودة لمحادثات شائكة عن الماضي المؤلم في سنوات الحرب والذي تسبب في توتر شديد في العلاقات بينهما. ولم يبدأ أي من الجانبين مؤشرات تذكر على تغير في موقفه من القضية التي تعود لوقت استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية. وأدلى المسؤول الياباني بالتصريحات بعد لقاء جمع وزير خارجية بلاده بنظيرته الكورية الجنوبية على هامش اجتماعات مجموعة 20 في مدينة ناغويا في وسط اليابان. وتعد هذه التصريحات أحدث دلالة على أن الدولتين الحليفتين للولايات المتحدة تتجهان نحو تحسين العلاقات التي وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال نصف قرن بسبب قضية العمالة القصرية في شبه الجزيرة الكورية خلال الحرب العالمية الثانية.
واتخذت كوريا الجنوبية قرارا في اللحظة الأخيرة بمواصلة اتفاقها بشأن تبادل معلومات المخابرات مع اليابان في تراجع مفاجئ بعد أشهر من الفتور في العلاقات التي خيم عليها تاريخهما المؤلم. بكى جوناثان جونز وهو طفل مصاب بعمى الألوان ويبلغ من العام 12 سنة بعدما لبس نظارة طبية خاصة سمحت له برؤية الألوان للمرة الأولى في حياته في الصف حيث كان جالسا بالقرب من زملائه. وبحسب ما قالته والدة الطفل لوكالة رويترز للأنباء فإن مدرس مادة العلوم الطبيعية في مدرسة مينيسوتا الأمريكية طلب منها الحضور إلى الصف لتكون شاهدة على اللحظة حيث سيرى ابنها الألوان. وكان التلاميذ يدرسون حصة مخصصة لعمى الألوان واختلاف الرؤية بين مصابين بهذا المرض عندما قام المدرس بإعطاء جونز النظارات الطبية الخاصة التي يقدر سعرها بنحو $350 أمريكيا. وأضافت جونز أنها ستشتري نظارات لابنها وأطلقت عبر الإنترنت حملة لجمع التبرعات. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل ودمتم في أمان الله.